بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه وصحبه يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني. معكم اخوكم محمد العجوري من الفريق العلمي للنادي الطبي. راح نشرح اليوم محاضرة اللي هو نمبر 6 اللي هو محاضرة رقم 6. طبعا بالبداية انا قبل ما ابلش هاي المحاضرة حاب اعطيك انا مقدمة بسيطة احنا اخذناها زمان اخذناها بالتوجيه كنا 2005 مثلا او حتى 2004 الا مروا عليها بحياتهم يعني هاي الفكره فانا حابب اعيد لك اياها عشان احنا نكون فاهمين وعارفين ستيب باي ستيب خطوه بخطوه وما نكون بس بصم احنا بس نوصل بالمادي بصم عكس لازم نفهم عشان يكون الموضوع سهل تمام فبالبدايه انا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من مجموعه من الخلايا السلز هي خلايا الخلايا وكل خليه لها وظيفه خلايا متعدده خلايا عصبيه خلايا عضليه خلايا قلبيه خلايا دماغيه وكل شيء خلايا عصبيه بغض النظر فالخليه بشكل عام الخليه فيها اي خليه بتنصنع بتنصنع ضمن صفات انت اخذتها من ابوك وامك اي خليه بتنصنع في جسمك الخليه 50% منها بروتين 50% تقريبا من الكتله الجافه تاعيتها بدون ماي كتلة جافه 50% بروتين فاغلب صفات الخليه جاي من البروتينات واغلب البروتينات والباقي مكونات مشتركه بين العالم والبروتينات ال 50% من البروتينات انا بقول لك كيف صرنا نصنعها فبنيجي احنا بنفوت في السل جوا بنلاقي نيوكليا النيوكليا اللي هو النواه في النواه بنلاقي كروموسوم في الكروموسوم بنلاقي عندنا الدي ان اي هذا هو الدي ان اي زي ما انت شايف الدي ان اي كل الجزء من الدي ان اي زي هذا الجزء الجزء من الدي ان اي هذا اسمه جين جين فانت الدي ان اي تاعيتك في اي خليه فيها جينات هذا الجين طبعا محمد شو الجين جوا في هي الجين لو الجين حتلاقي فيه هذا وهذا 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 حتلاقي فيه قليل مثلا قليل اي قليل بي مثلا قليل سي سمول قليل مثلا الكابيتال وهيك هذول أليلات أليلات الان الأليلات هي التي تحتوي على المعلومات الوراثيه اللي انت اخذتها من ابوك او امك مثلا اخذتها من ابوك ومن امك انت اخذت المعلومات الوراثيه من ابوك ومن امك صح؟ فبتكون في الجينات على شكل أليلات فهي الأليلات هي اللي بتحكم صفات البروتينات اللي جسمك بدها تصنعها صفات البروتينات اللي جسمك بدها تمام؟ فأنا عن طريق هذا الجين بصنع بروتين فمثلا في عندي جين اسمه دي اتش تي هذا الدي اتش تي جين موجود في كل البشر جين عندي وجين عندك وجين عنده اي جين هذا الجين اسمه بيكون عندك وعندي وعند الجميع لكن محتوى الكونتنت تبعه الاليلات بيكون بيختلف بيني وبينك وبين الناس طيب انا بس اجي على الجين بعمل بستخدم المعلومات الوراثيه جوا وبصنع بروتين بصنع بروتين هذا بروتين عن طريق المعلومات الوراثيه في الجين هي الجين في جواته معلومات وراثيه بس تخدم هاي المعلومات اخذتها من ابوي وامي عشان اصنع ايش؟ عشان اصنع بروتين عن طريق عمليه اسمها الترجمه او الترانزليشن بس انا هاي المقدمه بدك تفهم ليها انه الجين هو جزء من الدي ان اي طبعا كل جين بصنع بروتينات محدده هذا جين وهذا جين هذا جين وهذا جين هذا جين بصنع بروتينات محدده هذا جين بصنع بروتينات بصفات محدده بس فالجينات بتصنع بروتينات كل جين بتصنع بروتين مختلف عن الثاني في الستركتشر في في التركيبه في في, في يعني في الكومبوننت اوف امينو اسيدز اللي بتكونها بغض النظر بس انا بدي اياك هاي المقدمه تفهمها انه احنا نختلف ليس باسماء الجينات كلنا اسم نفس الجين نفس اسم الجين لكن القليل اللي جوا الجين بيختلف بينه وبينك والجينات المختلفه بتصنع بروتينات مختلفه بس الله يرضى عليك هذول نقطتين انه الأليلات احنا بيني وبينك نفس اسم الاسم نفس الجين نفس اسم الجين هو شغله الأليلات اللي اللي بنفس الجين بينه وبينك مختلفة أنا بختلف عني وعنك الأليلات والجينات عن بعضها بتختلف في نوع البروتين المصنع بس فاليوم في المحاضرة هاي حنشرح كونسبت حنشرح كونسبت محدد الكونسبت اسمه الايزوزايمز ايزوزايم شو الايزوزايم؟ انا بقول لك شو هو الايزوزايم الايزوزايم هو انه انت عندي رياكشن A زائد B سي C هذا الرياكشن على سبيل المثال ممكن يصير في القلب ممكن هذا التفاعل أحتاجه في القلب وممكن أنا أحتاجه في الكبد على سبيل المثال أحتاجه في الكبد ممكن أحتاجه في القلب فيجي إنزيم جوا القلب بحفز هذا التفاعل وبيجي إنزيم جوا الكبد بتركيبة مختلفة بس نفس الوظيفة برضو بحفز نفس هذا التفاعل لكن جوا الكبد هذول الاثنين اسمهم ايزوزايمز انهم هما بحفزوا نفس التفاعل بس ممكن يكون اماكنهم مختلفة والستركتشر تبعيتهم مختلفة ممتاز وفي معلومة ثانية انه انه هذا الانزيم اللي كان في القلب، وهذا الإنزيم اللي كان في الكبد هذا الإنزيم عبارة عن بروتين بصنعه جين وهذا بصنعه جين والجينين مختلفات عن بعض فأنا بستنتج كلمة أيزو أيزو في تشابه هما يعني سيم نفس الشيء في تحفيز نفس التفاعل، بحفزوا نفس التفاعل، هسا أعطيك مثال عملي أنا بحفزوا نفس التفاعل لكن ستراكتشر هم بروتين structure اللي هم مختلفين ليش لأنهم متصنعوا من جينات مختلفة وكل جين بيصنع بروتين معين بيختلف عن الثاني فما دام صنعهم جينات مختلفة إذا تركيبتهم اختلفت فهم مات سا يعني هم مش نفس الستراكشر لكن هم بحفزوا نفس التفاعل وممكن يكونوا في تشو أو في أنسجة مختلفة عن بعض حتى تمام وهعطيك مثال الآن عندي انا اعطيتك زمان انا الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز جلوكوكاينيز وهيكسوكاينيز قلنا الهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز بحفزوا لي تفاعل الجلوكوز لا جلوكوز 6 فوسفيت صح الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز قلنا هم مواصفاتهم في الكي ام مختلفين والافينيتي تبعيتهم مختلفه وشكلهم الاستراكشر تركيبته مختلف وحتى اماكن وجودهم فواحد بوجد الهيكسوكاينيز في كل الجسم والجلوكوكاينيز موجود في الليفر في الكبد طلع مختلفين بالستراكت طب شو السبب انه هذا بالليفر وهذا هو... لانه جي... اللي صنعهم جينات مختلفه كون لي بروتينات مختلفه باماكن مختلفه فهمت علي؟ فالهيكسوكينيز والجلوكوكاينيز هل هم ايزوزايمز؟ نعم هم بحفزوني نفس التفاعل لكن الستراكتشر تبعهم مختلف اللي, اللي عندهم الكي مختلفه هم كثير مختلفين عن بعض لكن متشابهين وانا بحفز نفس التفاعل لكن باماكن مختلفه فهذا هو فكرة الايزوزايم الايزوزايم فالايزوزايم a group of إنزايم ذات catalyze ذا same reaction هم بيركزوا على نفس التفاعل بيشتغلوا على نفس التفاعل تحويل مثلا جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت but have different enzyme form هم بيختلفوا الشكل بالشكل يختلفوا لانه الامينو اسيد اللي بتكونهم مش نفس الشيء لانهم هم انصنعوا من جينات مختلفه فالامينو اسيد اللي بتكونهم مش نفس الشيء، مو نفس الشيء. طيب؟ و... و... واختلفوا بالكاتاليتيك افشنسيس، يعني بيختلفوا بالكي ام، انه يعني كل انزيم، اسم انزيم له افينيتي محدده. بيختلفوا بالكي ام. تمام؟ مثلا بيختلفوا، هاي مثال عليها، بيختلفوا بالكي ام زي الجلوكوكينيز والهكسوكينيز. بيختلفوا مثلا هذا بحب كوفاكتور فاكتور محدد، هذا بتاثر درجه حراره اكثر من الثاني، فالكاتاليتيك افشنسيس بتتغير بيناتهم. هذا شو... هذا اكبر بالحجم فالكاتاليتيك افيشنسز والفون بيختلفوا بين بعض وحتى هم من ديفرنت جين بروديوس منتجين من جينات مختلفه ادت انه تركيبه الامينو اسيد فيهم مختلفه ادى لاختلاف الاستراكشر ادى اختلاف للكاتاليتيك افيشنسز تبعيته طبعا انا كلمه ايسوزايم وين بستفيد منها علميا في في التشخيص طب كيف حناخذ عنه ابلكيشن بس لقدام فالايسوزايمز اول شغله physically distinct forms of the same enzyme هم بالتركيبة تاعيتهم بيختلفوا عن بعض في ال في structure هم مختلفين فأنا بكون هم multiple molecular forms أنا أشكال مختلفة من الإنزيمات بنوصفها بـ لكن هي بتحفز نفس التفاعل المستركتشر مختلفين لكن هم بيحفزوا نفس التفاعل فديفرنت molecular فورمز اوف ذا سام انزيم synthesized فروم various تيشو فهم بتصنعوا حتى في تيشو مختلفه وممكن يتصنعوا في تيشو واحد تمام بستفيد منهم انا عشان افهم الامراض او اعرف انا الدايجنوستس المحدد في عندي مصطلحين مهمة جدا المصطلح الأول اسمه هومو مالتيمر بروتين هومو مالتيمر بروتين وعندي هيترو مالتيمر بروتين شو يعني؟ لو عندي بروتين بتكون من فور سب على سبيل المثال أربع وحدات بنائية والأربع وحدات بنائية إجن من جين واحد كلهم أنا جبتهم تصنعوا هذول يعني أربع سلاسل عديد ببتيد سلسلة عديد ببتيد سلسلة عديد ببتيد سلسل سلسل والسلاسل جبتهم من جينات من جين واحد جين واحد يصنعهم فهذول بسموهم هومو مالتمر لو هو السب ار اول ذا سيم هم كلهم نفس الشيء وريبريزنتد باي سنجل جين كلهم اجوا من جين واحد فاسمها هومو مالتي بروتين هو بروتين بيتكون من وحدات بنائيه يعني وحدات بنائيه سلسله عديد الببتيد اللي بقصد فيها بتكون من سلاسل عديدة ببتيد بتكون من سلاسل عديدة بيبتيد وهي عديدة بيبتيد اجت من سنجل جين من جين واحد طيب شو معنى الهيترو مالتي بروتين؟ هي بس للمعرفه هيترو مالتي بروتين اللي هو نفس الشيء انا عندك يونت هي واحد مثلا اثنين وهيك هذا بولي بيبتاي وهذا بولي ببتيد وهذا بولي ببتيد وهذا بولي بيبتايت. هذول اجوا من جين وهذا اجوا من جين فانت عندك وحدات بنائيه او بولي هم مختلفين انه منتج إن تم انتاجهم من جينات مختلفه ديفرنت جينز فاسمه هيترو مالتيمر بروتين وعندي الهومو مالتيمر بروتين هومو مالتيمر بروتين وهيترو وهي مالتيمر بروتين احنا فهمنا شو معنى كلمه ايسوزايم فمن يوم وطالع انا بس اقول لك شو معنى كلمه ايسوزايم انا جيت قلت لك شو معنى ايسوزايم؟ انا بس اذكر الان من هون لجاي للشرح كلمه ايسوزايم على السريع بده يخطر في بالك كلمه ايسوزايم انه انا عندي انزيمات مختلفه بالستراكشر بتحفز نفس التفاعل مختلفه بالخصائص تعيدها خصائصهم مختلفه لما بتكونوا من امينو اسيد مختلفة انه بنصنعوا من, من جينات مختلفه فاكيد البروتينات تبعهم مختلف قلت لك انا كل جين بصنع بروتين بيختلف عن الجين الاخر خليها ببالك تمام فبرودكت اوف ديفرنت جينز ترو isozyme فالايسوزايم هم منتجات من ديفرنت جينز يعني هم منتج منتوجات من ديفرنت جينز طيب في عندي انا كل الان في عندي مصطلح اسمه الوزايم الالوزايم الالوزايم انا قلت لك يا اخوان هي hey جين لو جبت لك جين اسمه ام في جسمك وهذا الجين نفسه بيكون عندي انا اسمه أم اسمه أم لكن الليلاتك أنت بتكون ها الليلات حمراء زرقاء خضراء زرقاء لكن أمثل بيكون عندي هذا هيك طلع كيف ال... طلع الجين اسمه أم وجينك اسمه أم جيني اسمه أم وجينك اسمه أم في الخريطة الجينية للعالمية أنت في جين اسمه أم وهذا الجين مثلا بيصنع انزيم اسمه اكس وانا حيصلعني نفس الانزيم حيصنعني نفس الانزيم نفس الانزيم هذا الجين حيصنع لك انزيم حيصنع لك انزيم وهذا والجين تبع الام حيصنعني نفس الانزيم تبعك نفس الانزيم لكن مش قلنا الجين جواته قليلات المعلومات الوراثيه تاعيتك وانت في جينات المعلومات الوراثيه اللي انت قاعد بتشاهد هالقليلات أليلات مختلفة عن أليلاتك يعني معلومات الوراثية اللي في الجين بتختلف عن المعلومات الوراثية تاعيتك اللي خدتها من أبوك وأمك أنا من أبوي وأمي أعطوني معلومات وراثية لي وأنت أبوك وأمك أعطوك معلومات وراثية إحنا إن نفس اسم الجين وبنتج لنا نفس الإنزيم بنتج الإنزيم تبعك وبنتج الإنزيم تبعي بس إيش الفرق بيناتهم إنه هذا الإنزيم هو بروتين بس الجين أنتجه استخدم المعلومات الوراثية وشكل بروتين تركيبته بيختلف عن البروتين اللي انت شكلته، لانه معلوماتي الوراثية فبس اجت عملنا عمليه ترجمه وانتجنا هذا البروتين من الجين تبعي والجين تبعك اكتشفوا انه تركيبه الانزيم تبعي بتختلف عن تركيبه الانزيم تبعك. تركيبه الانزيم تبعي لانه انا معلوماتي معلوماتي الوراثيه بتختلف عن معلوماتك الوراثيه. فالمعنى كلمه الو انزيم هو انزيم اسمه اسمه عندي نفس اسمه عندك وبيأدوا نفس الوظيفة وأنتجوا و... من نفس الجين الجين تبعي أم مثلا والجين تبعك أم أنتجوا من نفس الجين بس اختلفت شكلهم وخصائصهم بسبب اختلاف الأليلات المعلوم... بيني وبينك يعني معلومات الوراثية عندي وعندك طب على سبيل المثال لقوا إنزيم اللي له 400 شكل مختلف بين الناس اللي هو الجلوكوز 6 فوسفات دي انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز الجلوكوز الجلوكوز على مجموعة السادسه عنده فوسفات بنجيب من منه هيدروجين هيدروجينتين عن طريق هذا الانزيم اكتشفوا هذا الانزيم بصنعوا جين عند البشر والجين على فرض اسمه ام بس بسبب اختلاف الاليلات بين البشر لقوا 400 شكل له بسبب اختلاف الجينات فهذا بسموه الو زايم او بسموه اليليك زايم شو معنى الليك ايسوزايم انزيمات ايسوزايم معناها انزيمات مختلفه بالشكل اذا شفت ايسوزايم لحالها معناها انه جين انه اختلفت الجينات لكن الليك بسبب اختلافات الاليلات ايوه يعني هذا اونلي وان فورم بريزنت ان ذا يعني بس في كل واحد له شكل شكله عندي غير شكله عندك نفس الاسم نفس الجين نفس اسم الجين بصنعهم بيني وبينك ونفس الوظيفه لكن طبعا لكن لكن شكله بتغير وخصائصه بتتغير وآلية عمله بتظل زي ما هي آلية العمل لكن ممكن سرعته عندك أقوى عشان هيك مثلا أنا الإنزيم اللي بحلل الدواء الإنزيم اللي بحلل الدواء على سبيل المثال عندي وعندك بيختلف في القدرات باستجابة للدواء ليش؟ لأنه هذا الإنزيم أنا وياك نفس الجين اللي نفس الجين ولكن هذا الإنزيم بسبب المعلومات الوراثية اللي عندي والمعلومات الوراثية عندك استجابة لهذا الدواء تاعيتك ممكن تكون أقوى مني لانه الانزيم تغير شكله وتغيرت خصائصه بس انا ما اعرف اني طولت عليكم فراح اعيد مره ثانيه الالو انزيم الالو الايزو انزيم انه انا انزيمات انتجت من جينات مختلفه ما نفس الستراكشر بتحفز نفس التفاعل في جسمك انت بتكون في جسم واحد لكن الانزيمات المختلفه بين البشر بين البشر ركز على بيت خط انزيمات مختلفه بين البشر نتيجه اختلاف المعلومات الوراثيه في جيناتهم اختلف الاستراكشر تبع هذا الانزيم بسبب اختلافنا كمعلومات وراثيه بيني وبينك لكن هو أنتجوا نفس اسم الجين ونفس هو بيؤدي نفس الوظيفه بيناتنا بس اختلفت خصائصه وحتى اداؤه الوظيفي نفس الوظيفه اداء الوظيفي ممكن يكون اقوى عندك اكثر مني بسبب اختلاف الاليلات بيناتنا ان شاء الله تكون الفكره واضحه وقلت لك في عندك 400 فون من آه. تمام الان صارت الان هاي في معلومه اضافيه اعتبرها شاذة عن ما سبق طيب شو هاي المعلومة اللي وراء المعلومة الفكرة الفكرة هي بيقول لك يا عمي بيقول لك انه افرض اجوا العلماء بحثوا بحث وقالوا افرض جين واحد في الجسم صنع انزيمين انزيم اكس وانزيم اكس انزيمين نفس الشيء يعني متطابقين نفس الشيء نفس الوظيفه نفس كل شيء هم نفس الشيء واحد من الانزيمات صار عليه تعديل بعد تصنيع البروتين ونضاف له مجموعه فوسفيت جديد حطينا له مجموعه فوسفيت هم راح يحفزوا نفس التفاعل لكن اختلفوا بالستراكشر لانه واحد ضفتوا مجموعه بيقولوا هل هذا ايسوزايمز هم صنعوا من نفس الجين العلماء قالوا نعم قالوا ممكن انه ينصنع انا انزيم انزيمين هم متطابقين لكن بعد عمليه صنع البروتين من نفس الجين لكن بعد عمليه صنع البروتين واحد يتعدل عليه وبس تعدل عليه مثلا ضفنا له مجموعه فوسفات على سبيل المثال وبعد ما تعدل عليه ظل اه، نفس الوظيفه وكل شيء لكن اختلف بالتركيبه مع انهم مصنوعين من نفس الجين قالوا هل هذا ايسوزاين؟ نعم قالوا هذا ايسوزاين فالمولكيولر المولكيولر هيتروجينيتي اوف انزايم الاختلافات الجزيئات بين الاختلاف الاستراكشر مولكيولر هيتروجينيتي تنوع الاستراكشر بالانزيمات الآيسوزايم نفسهم ممكن يعني انه ينتج بروديوست افتر ذا بروتين سينثسيزد يعني ممكن بعد ما بعد انتاج البروتين يعني زي ما قلت لك بصنع بروتين اكس وبروتين اكس والاثنين انزيمات فواحد اتعدل بعد التصنيع ومنصنع من نفس الجين هسه بقول لك الطبيعي انه هذول مش ايسوزايم لكن لانهم واحد اتعدل على الستركتشر تبعه وظل بيؤدي نفس الوظيفه لكن اتعدل على الستركتشر تبعه قالوا ممتاز اذا هذا صاروا ايسوزايم بس هاي حاله شاذة ما خلي عندك لكن هو بالعاده الايسوزايم ينتجوا من, من ديفرنت جين بس هاي الحاله انه بصير عندك انت بوست بعد ترانزيشنال ترانزليشن اه ترانزليشنال موديفيكيشن ترانزليشن ترانزليشن اللي قلنا عمليه الترجمه اللي بتصنع فيها بروتين فصار بعد عمليه الترجمه يعني بعد ما تصنع البروتين تعديل على واحد من structure تبعهم فهذول اسمهم ايزو فورمز فبوست بعد عمليه الترجمه صار تعديل على احد الانزيمات الناتجه فصار عندي انزيمين مختلفين بالستراكشر بيأدوا نفس التفاعل اذا قالوا نعم هذول ايزوفور نعم هم ممكن انه يكونوا من نفس الجين ومن نفس التشو آه. تمام عندي ال دي اتش هاز 5 ايزو انزيم مثلا في عندي انا اللاكتيت دي هيدروجينيز له 5 ايزوزيمز بالقلب وبالعضلات وبتلاقيه بالليفر وبتلاقيه بالكلى وبتلاقيه باماكن كثير ف لكن همه الهم وظيفة واحدة انهم شو يحولوا؟ يحولوا لي البايروفيت تو لاكتيت يحولوا لي البايروفيت تو لاكتيت هم كلهم وظيفتهم واحدة بس بأماكن مختلفة وبستكشر مختلف فهم للال دي اتش لاكتيت كمسمى عام له 5 ايسوزايمز 5 ايسوزايمز يا yeah. فتمام تمام الان انا كيف بدي اعمل ايدنتيفيكيشن اوف ايزو ايسوزايمز كيف انا ممكن افرق بين الايسوزايمز تمام الان اول طريقه ممكن اجي انا استخدمها تمام لو جبت انا مثلا ال دي اتش لاكتيك دي جبته عندي جبت الخمس انواع كيف ممكن انا انا, اقدر ابين انه فعلا في اختلاف في خصائصهم يعني وانا مثلا انه اعرف مين فيهم هذا مثلا الخامس او الرابع او الثالث او مين موجود في الكبد او مين موجود في فقالوا مثلا في منجيب جهاز اسمه بولي اكريليمايد جل إلكتروفوريسس مره ثانيه بولي اكريليمايد جل إلكتروفوريسس اللي هو جهاز الفصل الكهربائي الهلامي شو فكرته على سبيل المثال افرض يا اخوان شحنه الانزيم سالبه تمام قالوا منجيب احنا هون زي حديده هاي هيك جهاز في عليه هون قطب موجب في عليه هون قطب سالب وشحنه الانزيم افرضهم سوالب هي خمسه ايسوزايم للال دي اتش هذا ال دي اتش تمام تمام وقالوا بنحطهم في عينات وفي جل في جل وقال انا بحطهم عند القطب السالب قالوا شو الهدف لانه السالب هيتنافر مع السالب هيتحرك في الاتجاه هذا وهتزيد المحصله كمان هيتحرك في هذا القطب هون موجب هيتحرك باتجاه الموجب هيهرب من السالب فممكن انه هاي العينه تتحرك حتتحرك استجابة للأقطاب الموجبة والسالبة، الجل هذا موصل كهربائي بيكون، موصل كهربائي، يعني بيكون بتأثر بالشحنات الموجبة وبتأثر بالشحنات السالبة. فبيقولوا أصغر قطعة حتوصل أول شيء. وأكبر قطعة حتوصل آخر شيء، دليل إنه الصغير بتحرك أسرع، مش بقول لك والله ميسي صغير, صغير طلقة بتلاقيه، ف بتلاقي الصغير حيوصل أول شيء. فقالوا الأيسوزايمز من إنهم ديفرنت ستراكتشر وديفرنت يعني بالحجم حجمهم مختلف طبعاً اكيد حتكون في الجهاز هذا حتختلف حركتهم الموبيليتي الحركه ديفرنت موبيليتي على في الجهاز هذا فممكن افرق بيناتهم عن طريق هذا الشيء اللي هو انا استخدم البولي اكريليمايد جل الكتروفوريسس ان شاء الله تكون فهمت الفكره بس يعني والفكره انه ممكن افرقهم عن طريق ال دي اتش عن طريق الكرياتين كاينيز او الألكالين فوسفاتيز ايزوم ايسوزيمز ممكن اجيب انا انا اللاكتيت اللاكتيت دي هيدروجينيز واحطه في الجهاز وافرق بين الايسوزيمز تاعونه اللي هم خمسه وفي عندي الكرياتين كينيز له ثلاث ايسوزايمز ممكن افرقهم عن طريق هذا الجهاز وفي عندي انا الالكاين اللي بيكون موجود في الكبد وبكون مواقع معدده متعدده اجيبهم هذول الايسوزايمز واحطهم في هذا الجهاز وافرق بيناتهم بستخدم البولي أكريلاميد الكتروفوريسيس عشان عشان اقدر انا افرق بين الايسوزايمز أه كخصائص فبكون عندهم ها ممكن يكون عندهم هاف ديفرنت موبيليتي حركات مختلفه على هذا الجهاز وعندي هيت ستابيليتي في انا مثلا لو جبت انا أه الالكالين فوسفيتيز مثلا مش في موجود بالليفر وفي مثلا موجود في العظام الالكالين فوسفاتيز ممكن القيه في العظام ممكن القيه في الليفر طيب كيف بدي اعرف انا اللي موجود بالعظام من الليفر بيقول لك انا اللي بالعظام بتاثر بالحراره بشكل كبير بحيث اذا صابته حراره حيتفك ديناتيوريشن حي بسرعه اسرع من تاع الليفر فبصيبه ديناتيوريشن ايزلي بسهوله هعرف انه هذا تاع البون فمثلا انا هيت ستيبيليتي وان اوف ذا ايزوزايمز ماي بي ايزلي ديناتيوريتد باي ذا هيت يعني بيتأثر او بصير ديناتيوريشن اللي هو خلل وظ... اللي هو خلل بالوظيفه وظيفه البروتين انعدام يعني وظيفه البروتين وتحطم البروتين بسبب الحراره منهم مثل البون ايسوزيم وممكن انا استخدم انهبيتورز زي ما اخذنا النون إن انهبيتور في انزيمات تتعرض لإنهيبيتور حتى بقول لك الايسوزيمز بيختلف السلستيفيتي تاعتهم تو الإنهيبيتور يعني بيختلف احساسهم للانهبيتور مثلا لو حطيت إنهيبيتور معين ممكن يفوت على ايسوزيم محدد بس الباقي ما ياثرش عليهم فبعرف انه ايش بدي اياه اه مثلا انا زي ما اخذنا هيكسوكيناز وجلوكوكيناز الكي انت تبعهم مختلف الافينيتي مختلفه السبستريت سبيسيفيسيتي اه تاعيتهم مختلفه اللي هو الافينيتي اه طبعا عندي حاله هون قال لك الكوفاكتور قال لك مثلا انا في عندي ايزوزايم موجود في الميتوكوندريا وفي عندي ايزوزايم الانزيم موجود في الميتوكوندريا وله ايزوزايم موجود في السيتوبلازميك بس يجوا يتعاملوا مع كوفاكتور مثلا بالميتوكوندريا بيتعامل مع النادي بلس والسيتوبلازم بتتعامل مع النات بي بلس كفو وممكن انا التيشو لوكاليزيشن طبعا انا هاي بدي افهمك اياها شو معنى اتش 4 لاكتيك دي اتش 4 اتش ترمز للهارت القلب و4 معناها فور سب يونت جايات من القلب بكونوني هذا الانزيم يعني هذا انزيم قلب انزيم اللاكتيك دي موجود في القلب طب ام 4 ام معناها ماسلز او عضلات فانا اربع سب يونت جايات من العضلات عشان يعطوني أربعة سب اعطوني اللاكتيك دي هيدروجينيز هذا اللاكتيك دي هيدروجينيز تاع العضلات فانا معناه اتش 4 انه السب يونت عددهم اربعه وكلهم من القلب هذا معناه الام 4 او الاتش 4 للال دي اتش هذا التص... طريقه التصنيف فاللوكاليزيشن اجى من القلب اجى ممكن افرق بيناتهم حسب اللوكاليزيشن وممكن انا في الكرياتين كاينيز ايسوزايمز ممكن يتاثروا إيه طبعا ممكن انهم يتاثروا اكيد يتاثروا بموضوع الكرياتين كاينيز هذا الكرياتين كاينيز جدا مهم بموضوع جلطات فايزو إنزيم are by ممكن احط عليهم انتي بوديز والايزوزايم تاثيرهم للانتي بيكون مختلف عن الاخر فممكن انا استخدم الحراره ممكن استخدم مثلا البولي اكريمايد البولي أكريمايد، البولي أكريمايد جيل الكتروفوريسز اللي هو جهاز الفصل الكهربائي الولامي ممكن استخدم انا كوفاكتور مست... ممكن استخدم انا لوكاليزيشن حسب موقعهم في انا اكثر من حاله ممكن استخدم الافينيتي الكي ام بيناتهم يعني بقدر افرق بيناتهم عملوا ايدنتيفيكيشن اعرف انا شو الايسوزايم اللي قاعد بشتغل عليه حسب خصائص لانهم هم يختلفوا بالستراكشر بيختلفوا بالامينو اسيد والامينو اسيد مختلفه بالخصائص بيناتها فاكيد يؤدي لاختلاف خصائص الانزيمات كل انزيم كل ايسوزايم للايسوزايم تبعه له اختلاف في الخصائص من حراره الى اخره اذا كارتين فوت ان شاء الله تكون فهمتوا الفكره هاي طبعا هو زي ما قلنا هنا قلنا ام 4 معناها اربع سبيونت من العضلات اتش ام 3 معناها سبيونت واحدة من القلب وثلاثه من عضلات و H2M2 معناها اثنين من القلب اثنين من العضلات، H3M ثلاثة من القلب واحدة من العضلات، H4 ثلاثة من القلب، أربعة من القلب. يعني زي هيك بس هي معناها H4 أو M4 لشيء محدد. أم ماشي، الآن رح أحكي أنا الأبلكيشن أوف ايزوزايمز إن ذا ديايجنوسس. تمام. بدي أفهمك. يا إخوان الله سبحانه وتعالى خلق دمك ودمك هو يحيط بالاعضاء فانا لو اجيت اعطيتك شيء اسمه الكرياتين كاينيز الكرياتين كاينيز هو عباره عن انزيم يوجد في موقعين هسه تعرف هم مثلا القلب والعضلات مثلا وبالدماغ طب هل يوجد في الدم؟ اه بس بكميه بسيطه جدا 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 انا بحكي عن الكرياتين كاينيز طيب شو المشكلة؟ أنا بقولك لك على يوجد كمية قليلة جدا في الدم. واحد يا اخوان اجاك على المستشفى بقول لك والله عمي أنا بوجينا صدري. وحاس في نغزة وجع صدر. فأنت على السريع بتشك بجلطة ما هذا الزلمة. فبتقول له روح للمختبر الكاظ في له الكرياتين كلاينيز تبع القلب اللي بسموه سي كي ام بي رح القلب بس اسمه سي كي بتفحصه بتفحصه تركيزه بالدم فبتلاقي تركيزه في الدم ارتفع بتقول اه والله هذا الزلمه معاه جلطه معاه مايكاردل مايكاردل انفراكشن مايكاردل انفراكشن طيب شو المشكله؟ طب بيسأل حاله سؤال طب ليش ارتفع تركيزه في الدم؟ انا بقول لك ليش هو تركيزه بالدم قليل جدا 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 هسه بس يصير عندك انت جلطة في خلايا عضلية هتموت في القلب خلايا قلب هتموت مش كلها في بعض الخلايا القلب هتموت موت الخلايا القلب هاي فيها أنزيمات الكرياتين كاينيز يعني احنا قلنا الكرياتين كاينيز بتلاقي بالقلب هاي هتتحلل الخلايا وهيتسرب الكرياتين كاينيز عالدم يعني ارتفع تركيزه في الدم فبنفحص الكرياتين كاينيز لقينا ارتفع بالدم بعرف انه في خلايا عضل خلايا قلبيه ماتت وما دام الخلايا القلبيه ماتت اذا صابته جلطه الزلمه بعرف انه ضربته جلطه فهمنا شو احنا الابلكيشن فبيقول لك بلازما كونتينز ماني فانكشنال انزيم انا في بالبلازما في عندي كثير فانكشنال انزيم في عندي كثير يعني مثال عندنا انزيم مثلا الهكسوكاينيز ممكن الاقيه انا بشتغل على الجلوكوز الموجود في الدم فممكن الاقي فانكشنال انزيم في البلازما عادي يعني which are actively secreted into plasma يعني ايه بفرزوهن متصنعهم بالجسم وبنفرزهم على البلازما طيب مش مشكلة there are a few, a few, non-functional enzymes in plasma الان انا عندي اللي ما بقدوش وظائف في البلازما بيكون تركيزهم قليل زي الكرياتين كاينيز ما بيشتغل في البلازما الدم ما له علاقه بلازما الدم بس ممكن الاقي تركيز نسبه قليله which are coming out from cells يعني بيكون طالع من الخلايا بس في فيروس 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 تيشو من خلايا مخ... من انسجه مختلفه بسبب نورمال وير انتير بسبب تجدد الخلايا من خلايا بتموت وتتجدد. فطبيعي انه انا بسبب تجدد الخلايا انه هالانزيمات تتسرب للدم ويبقى تركيزها بالدم قليل جدا والخلايا تتجدد في جسمك خلايا القلبيه تتجدد فاثناء تجددها بتسرب انزيم الكرياتين كاينيز او خلايا عضلي بيسرب الكرياتين كاينيز للدم وبيرتفع تل... بيكون... بيكون له تركيز قليل جدا بس في الدم هذا الوضع النورمال لكن الوضع الغير نورمال واحد صابته جلطه أو واحد صابته صابته جلطة مثلا على سبيل المثال، هتلاقي الكرياتين كرينيز ارتفع جدا في الدم، ارتفع، إذا بيعرفوا هذا الموضوع مش موضوع تجدد خلايا، هذا الموضوع مش موضوع مش موضوع مش طبيعي، بيعرفوا إنه جلطة، لأنه ماتت خلايا عنده جزء من الخلايا القلبية وأدت إلى تسرب الكرياتين كارينيز فارتفع لحد مش طبيعي في في الدم. فأنا اسسز of the enzyme are very useful in diagnosis of disease فأنت تعرف أنا مثلاً بفحص أنزيمات الكبد بعرف إنه أنا مثلاً من أنزيمات الكبد إنه في عندي مشكلة خلل في في فانكشن في الكبد مثلاً زي هيك فأنا بفحص تركيز الأنزيمات عشان أشوف أنا شو وضع خلايا معينة فلو قلت لك الكرياتين كرينيز تبع القلب مرتفع بالدم بعرف إنه أنا في عندي خلايا قلبية ماتت زادت تركيزها في الدم طبعا احنا نكمل الان انا اخر شيء شرحته حكيت لك عن الابلكيشن اوف انزيمز يعني انا بفحص انزيم بهدف اني اتاكد مثلا انا فحصت انزيم الكرياتين زي ما قلت لك السي كي ام بي فحصته ولقيته مرتفع بالدم بعرف انه انا في خلايا ماتت في القلب بسبب جلطه وتسربت هاي الانزيمات وزاد تركيزها في الدم بس ها بدي اياك تفهم لي الان في عندي انا انزيم انزيمات از ا كارديك كارديك معناها قلب بايو ماركرز شو معنى كارديك بايو ماركرز بيو معناه جسمنا سيستم تاع الكائنات الحيه ماركرز علامات حيويه اذا هنا في معنى بايو ماركرز علامات حيويه انزيمات تعتبر علامات حيويه للقلب كيف يعني 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 انه انا اذا بدي اعرف واحد معاه جلطه او مش جلطه مثلا معاه جلطة أو مش جلطة على سبيل المثال بدي أفحص إنزيم معين في القلب فبحدد مثلا زي الكرياتين كاينز بحدد معاه إذا معاه جلطة أو لا فأنا هو أكلينيكال إذا هو تيست فحص مختبري مفيد جدا في كشف ديس في اورجن يعني هو مفيد جدا اذا نعرف انه انا في عندي خلل في هذا الاورجن فعشان هيك اسمه انزيم كارديك بايوماركرز علامات حيويه للقلب وهي على شكل انزيمات انا بعملها اختبارات وبشوف انا القلب هل في مشاكل او لا عن طريق هاي الاختبارات اسمها بايو ماركر يعني انا البايو ماركر هو عباره عن تيست لانزيمات محدده بشوف اذا عندي ديس فانكشن انا في في الاورجان انا خلل في وظيفه في الاورجان مثلا في عندي الميوكارديال اسكيميا هو الجلطه او عندي مثلا الميوكارديال إيه انفراكشن برضه الجلطه الجلطه الان انت لو رحت على المستشفى شاكين فيك جلطه مثلا قلت لهم عندي تشست بين وجع صدر مثلا وحاس بنغزه مثلا على سبيل المثال فمثلا بحطك على اي سي جي اللي هو تخطيط القلب بعدين بقول لك افحص لي انزيم معين طب شو مثلا ممكن يطلبك تفحص انزيم؟ ممكن يطلب منك كانزيم انا بحكي كرياتين كاينيز سي كي ام بي اللي قلت لك عليه اذا ارتفع تركيزه بالدم بيكون عنده جلطه يعني تلف خلا... في تلف الخلايا العضليه والمايوجلوبين هذول اثنين انزيم بس مين الاكثر شائعا اللي هو الكرياتين كاينيز كانزيم هذول انزيمات الكارديك تروبانينز هذا مش انزيم يا اخوان ودقرت عليه الدكتوره كثير وقالت هذا مش انزيم هذا بروتين الكارديك تروبانينز هم بروتينات وليست انزيمات لكن هو افضل فحص عشان اشوف عند الواحد جلطه الوالكارديك تروبنز قالت الدكتورة في الامتحان إذا بدي أعمل أنا إيرلي ديتكشن كشف مبكر على الميوكاردل انفراكشن أو الميوكاردل اسكيميا اللي هي الجلطة قالت لك إذا قالت لك بدي أعمل كشف مبكر شو أفضل بايو ماركر أنا بستخدمه أعمل له تيست بتقول له بتقول الكارديك تروبنز طب مين أفضل إنزيم بتقول الكرياتين كاينيز لأنه الكارديك تروبنز مش إنزيم مش إنزيم لإن انا بستخدم انا اذا بدي اعمل تيست لثلاث شغلات يا اما المايجلوبين او الكرياتين كاينيز او الكارديك تروبينز كارديك تروبينز قلت 100 مره هو مش انزيم هو بروتين والكرياتين كاينيز انزيم والمايجلوبين انزيم افضل انزيم بستخدم الكرياتين كاينيز افضل بيوماركر فيهم تيست اللي هو دائما الكارديك تروبينز اللي بيعطيني اكثر شيء البيو ماركرز فائدتها انك انت بتعت... بتقدر تكتشف في القلب الكارديك بيو ماركرز فائدتها انك تكتشف انت اذا في ديسفانكشن في القلب مثلا زي كارديك اسكيميا او ماي انفراكشن ممكن انا اشوف البروجريشن اوف ذا كونديشن ممكن اشوف انا اللي هو تطورات الحاله لانه الانزيمات ممكن مع الوقت حتى واحد جلطه تركيزات الانزيم يرتفع كمان اكثر فبشوف انا تطور الحاله مع الوقت اكثر ممكن انا اتوقع شو الدايجنوسز المحدد يعني الديس مثلا عنده هذا جلطه عنده ستات شرايين عنده يعني بقدر انا اشوف كيف او في سبب انه هل هذا dysfunction خطير جدا بدعو لعمليه عاجله يعني انت بتقدر تعرف من هاي التركيز بالمايو ماركرز انك انت كيف تتصرف اذا في تركيز محدد بتضطر انك تعمل عمليه بشكل عام ملخص هاي الصفحه عشان ما نعجلكش انه انا في عندي اذا اه بدي اكتشف الجلطه بشكل مبكر في عندي ثلاث مواد كارديك تروبينز بعملها فحص انزيمات اه فحص بروتينات ولا كارديك تروبينز او فحص الانزيمات الكرياتين كاينيز اه هذا اختصار للكرياتين كاينيز ام بي معناه قلب كرياتين كاينيز اللي في القلب جلوبين بس يعطيك العافيه تمام الان نيجي نحكي عن الانزيمات سبيسيفيكلي بشكل محدد يعني آه، راح نتحدث الان عن الانزيمات طيب بس اجي اتحدث عن الانزيمات انا بس اجي اتحدث عن الانزيمات راح اتحدث اول انزيم هو كرياتين كاينيز السي كي اسمه كرياتين كاينيز كرياتين كاينيز كرياتين كاينيز الكرياتين كاينيز في بروت بروتين في شيء اسمه الكرياتين بروتين بحوله لفوسفو كرياتين وتفاعل عكسي عن طريق الكرياتين كاينيز هاي وظيفته بس انه يحول الكرياتين لكرياتين فوسف... فوسفو كرياتين او فوسفو كرياتين الى كرياتين تفاعل عكسي اسمه كرياتين كاينيز بس هاي الفكره يعني. بيعمل كوفلنت موديفيكيشن زي ما اخذنا لل وبضيف فوسفات مجموعه فوسفات او بقيم مجموعه فوسفات اذا هو كرياتين كاينيز رياكشن بحفز الكاينين كايني... الكرياتين كاينيز ريأكشن طيب الآن س... الآن الكرياتين كاينيز أند ذا هيرت أتاك اللي هو الجلطة اللي بتصيب القلب طيب الكرياتين كاينيز الآن الآن لو واحد صابه جلطة مايكارديال انفراكشن احنا قلنا حيصير عندي زيادة في الكرياتين كاينيز على القلب كرياتين كاينيز انكريزد ان ذا مايكارديال انفراكشن يعني واحد جلطة حيزيد عنده يعني على سبيل المثال اجاك واحد و... مع وجع صدر مثلا رحت له الكرياتين كاينيز تاع القلب بسموه سي كي ام بي حتلاقيه مرتفع حتلاقيه مرتفع طيب هل الكرياتين كاينيز هل الكرياتين كاينيز طب متى الكرياتين كاينيز بيرتفع من الجلطه اذا اذا ضربت الجلطه ببلش تركيز الكرياتين كاينيز في الدم يرتفع من ثلاث الى ست ساعات اوف انفراكشن يعني بعد ما تصيب الجلطه من ثلاث الى ست ساعات بيبلش عنده يرتفع تركيز الكرياتين كاينز في الدم بعد من ثلاثة ست ساعات ركز علي والبيك البيك البي يعني اللي هو البيك اللي هو زي الشوكه او هو اعلى ترك اعلى اعلى تركيز بوصل في الدم من 18 ل 24 ساعه بعد الجلطه يعني بعد 18 ساعه ل 24 ساعه بفحصوا الكرياتين كاينز بلاقوه اعلى تركيز ممكن في الدم هذا على شيء وبعد ثلاثة ايام بيجوا يفحصوا بعد ثلاثة ايام بيجوا يفحصوا الكرياتين كانيز بيكتشفوا حتى عنده جلطه يعني بيفحصوا له الكرياتين كانيز بعد ثلاثة ايام بيلاقوا شيء بدمه كرياتين كانيز تركيزه طبيعي طب واحد بيسالك كيف صار تركيزه طبيعي؟ طبيعي انه عندك كلى وكبد وهذا وصفة وكب وخلصنا خلصنا منه فرجع الوضع الطبيعي لكن بشكل عام احنا اذا بدنا نعرف الكرياتين كانيز مرتفع بيجي من ثلاثة ست ساعات ببلش يرتفع تركيزه بالدم بس ببلش يرتفع تركيزه بالدم انا بعرف انه هذا الزلمه عنده جلطه واعلى ذروه تركيزه يعني اعلى شيء تركيزه بيكون اعلى شيء اعلى شيء بيكون من 18 ل 24 ساعه وبعد 36 ل 72 ساعه خلص تركيزه بيرجع لوضع النورمال حتى لو واحد عنده جلطه حتى لو واحد عنده جلطه تخيل كيف ف كي ليفل ستارت تو رايز ببلش انه يرتفع من ثلاثة ست ساعات وفي من الجلطه آه، تمام آه، اللهم صل على سيدنا محمد نيجي هون طيب آه، تمام الحلو بالموضوع يا اخوان مثلا انا عندي على سبيل المثال آه، الله سبحانه وتعالى آه، ما خلق في كريات الدم الحمراء الريد بلاد سيلز دم في كريات دم حمراء مثلا ما خلق فيها من مكونات الكرياتين كاينيز شو السبب ايش السبب شو الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك يا اخوان انه انت عينت الدم لو وديتها للمختبر وقعدت نص ساعة أو ساعة بدون يعني ما تنفحص مباشرة هتتحلل كرات الدم الحمراء وبس تتحلل كرات الدم الحمراء مكوناتها تزيد في الدم يعني لو كان في مثلا عنصر اكس فعنصر اكس في الدم هيرتفع في البلازما أنا بحكي هيرتفع نسبته لأنه تحلل كرات الدم الحمراء ماتت طيب شو يعني ايش قصدك؟ فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ما خرج الكرياتين كلانز في الريد بلاد سيلز عشان بس نيجي احنا كدكاتره نفحصه لو تاخرت العينه في المختبر الكرياتين كلانز بظل يعني بظل ثابت يعني فما بتاثر في موضوع الهيموريسز في تحلل الدم اذا الدم تحلل يعني اذا اذا طولت العينه مثلا تنفحصت او الكونجستيف كارديك فيلير اللي هو ضخ الدم يعني ضعف عضله القلب في ضخ الدم مثلا ما بتاثر فيهم يعني مثلا انا بدي اعطيك مثال مثلا انا لو اجيت طلبت بدي ال فحص انزيم ال دي اتش اللي ولاك تدي هيدروجينيز عشان اشوف اذا في مشكله بالقلب على سبيل المثال وروحت حطيت العينه حطيت العينه حطيت العينه في المختبر وتاع المختبر خلاها ساعه وما فحصها كريات الدم الحمراء قلت لك حتتحلل حصير هيموليسز تحلل للدم بتعرف انه كريات الدم الحمراء في من مكوناتها اللي هو ال دي اتش يعني هي يعني تلقائيا حيرتفع تركيزه فالعينة هتصبح مش دقيقة الفحص مش دقيق لأن المكونات تحلل وارتفع تركيزه بسبب تحلل كرات الدم الحمراء أنا بدي أعرف ارتفع تركيزه بالبلازما أنا بشوف تركيز بشوف تركيز بالبلازما ما لي دخل الدم الحمراء أنا ما لي علاقة بكريات الدم الحمراء تمام تمام فهو ما بتأثر في موضوع الهيموليسز وما بتأثر في الكونجستيف كارديك فيلير ما بتأثر فيهم أنا زي ما حكيت اللي هو الكرياتين كاينيز ما بتأثر في الهيموليسيس تحلل الدم أو ضعف عضلة القلب في ضخ الدم. طيب قلت لك الكرياتين كاينيز اه، تمام هسا الكرياتين كاينيز طيب الكرياتين كاينيز بدي أحكي لك شغلة الآن الآن قلت لك أنا أي الكرياتين كاينيز له أيسوزايمز مختلفات في في أماكن مختلفة ولكن هم عبارة عن كرياتين كاينيز بيادوا نفس الوظيفة اللي بحولوا كرياتين لفوسفو الكرياتين تو فوسفو كرياتين طيب فالايزو انزيم اوف ذا كرياتين اوف ذا كرياتين اوف ذا كرياتين كينيز في هو عباره عن الكرياتين كينيز از ا دايمر دايمر بتكون من وحدتين بنائيات وحدتين بنائيات تو سب يونت ايتش سب يونت هاز weight ويت مش مشكله وزنها انسى طيب فالثري ايزوزيمز of the كرياتين كينيز الكرياتين كينيز الثري ايزوزيمز في عندي الاول اسمه CKBB كي بي بي والسي كي ام هو اول هو اهم واحد بيكون في الهارد في القلب بيكون في القلب وبيكون اسمه ck 2 والسي كي 3 اللي هو المسلز اللي بيكون CKMM كي ام بيكون في البرين ال اللي هو بيكون اه واحد طبعا كيف بدي احفظهم واحد اثنين ثلاث انا بقول لك كيف العقل هو اللي فوق اعلى شيء براسك اعلى شيء في جسمك العقل بعدين بيجي تحتي القلب بعدين عضلات تحتيه، وهيك فالاول شغله العقل رقم واحد والعضل... والقلب ثاني شيء والعضلات ثالث شيء بدك تعرف إن انت بالضبط طيب الان انا في شغله لازم تعرفها وكثير مهمه ولازم نفهمها فهم اكثر من حفظها حفظ لازم نفهمها جد الفكره كيف الان انا في عندي ايش اسمه Total Creatine Kinase Concentration in Your Blood. يعني أنا بقدر أعرف تركيز الكرياتين كاينيز الكلي في الجسم. الكلي الكلي التركيز الكلي في 80% بيكون في العضلات، بيكون ام ام. بالعضلات 80% من الكرياتين كاينيز اللي بجسمك موجودة في العضلات. تمام؟ و 5% 5% بيكونوا موجودين اللي هو ال الام بي الموجودين في الهارت في القلب و1% موجود في البرين اللي بيكون اسمه بي بي او سي كي طبعا <تصفح> نسبته في الدماغ قليله حتى نسبته بالقلب قليله 5% لكن العضلات 80% بالمية. 80% بالمية. اطلع كيف الفكرة واحد اجاك عنده تشيست بين وجد عنده جلطة يا سيدي خلاص انا بقول لك عنده هسه عنده جلطة الزلمة احنا خلينا نقول انه عنده جلطة يعني منطقيا الكرياتين كاينيز الام بي هترتفع نسبتها يعني ممكن توصل دبل ضعف برأيك هل راح يأثر على التوتال كرياتين كاينيز بكمية عالية؟ بتقول لي لا والله ليش لا والله؟ لانه نسبته 50% اذا لو تضاعف للضعف شو صار 10% يعني بحس انه ما اثرش كثير ما بياثر كثير صح فدائما انت بس بالمختبر واحد عنده مشاكل جلطه بتطلب انت السي كي ام بي لتاع القلب وبتشوفه وبناء على تركيزه بتشتغل ما بصير تطلب انت التوتال كرياتين كاينيز وتقول له والله مش راح تعرف اذا عنده جلطه ولا لا لانه اذا ارتفع بسبب الام بي لانه نسبته قليله هيرتفع النسبه الكليه بنسبه صغيره طيب افرض التوتال كرياتين كاينيز هو بطلب الس... إيه بطلب الكرياتين كاينيز ام بي وبطلب التوتال دائما بعطوك بالعينه بالح... بالتحاليل فلقى التوتال اذا يعني كان 100 مثلا التوتال صار 170 طيب قديش ارتفع؟ 70 فمنطقيا مش الام بي اللي رفعوا هالنسبه العاليه لدرجه الضعف قرب اكيد اللي رفعوا الام ام تاع العضلات فبعرف انه في عند الزلمه مشكله بالعضلات مش مشكله بالقلب. اذا التوتال ارتفع بنسبه بسيطه وكان الص... وكان الكرياتين على القلب مرتفع كثير بعرف انه عنده مشكله بالقلب، اذا كان التوتال مرتفع بكميه كبيره التوتال مرتفع بكميه كبيره حتى لو تاع القلب مرتفع بعرف انه الزلمه عنده مشكله بالعضلات. لانه تاع العضلات اذا ارتفع تركيزه هيرفع التوتال كميه كبيره وهو هو 80% من النسبه هو 80% من نسبه الكرياتين كان في جسمك ان شاء الله تكون وضحت يعني ان شاء الله انا بتمنى تكون الفكره وصلتكم فعنا الكري هذا الانزيم الكرياتين كاينيز 2 اللي هو تاع الهارت تاع القلب 5% من التوتال اكتيفيتي يعني 5% من التوتال تاع الكرياتين كاينيز حتى لو صار عندي دبل للكرياتين كاينيز تاع القلب التوتال اوف كرياتين كاينيز اللون از تمام اللي هو ماي نوت بي ديتكتد يعني ممكن انا بس اطلع على التوتال ما اكتشف يعني اذا طلعت على التوتال انا وبدي اعرف اذا عنده مشكله بالقلب صعب تكتشف حتى لو عنده مشكله بالقلب لانه قلت لك هو نسبه 50% على القلب فيعني اذا ارتفع ما راح ياثر على التوتال يعني حيرفعه بس مش مش كميه كبيره طب لو كانت عنده مشكله بالعضلات التوتال هيهربج هيولع يطير بتعرف انه هذا الزلمه عنده مشكله بالعضلات مش بالقلب عرفت كيف انا بتعامل مع التركيز يعني بتعطيك بامتحان تركيز الكرياتين كاينيز تاع القلب وتاع التوتال فانت بدك تحاول تعرف انه هذا الزلمه عنده مشكله بالعضلات ولا بالقلب اذا كان التوتال مسفح و... التوتال مسفح بعرف انه عنده مشكله بالعضلات طب اذا كان الكرياتين كاينيز تاع القلب عالي والتوتال مرتفع بكميه بسيطه بعرف انه الزلمه عنده مشكله بالقلب لانه الكرياتين كاينيز بالقلب نسبته قليله فحتى لو ارتفع مش على التوتال ان شاء الله تكون واضحه ال الايسوزايم استيميشن از ذا بيست دايجنوستيك ماركر للميكارد الانفراكشن تمام التاع القلب هو افضل شيء للمي... اكيد يعني انت عندك بدك تشوف واحد مع جلطه ميكارد الانفراكشن اكيد انفراكشن اكيد حتشوف اللي هو الام بي ايسوزايمز مش حتشوف البي بي او الـ او الام ام مش حتشوف تاع العضلات ولا تاع العقل اكيد حتشوف تاع القلب اللي هو الام بي عادي طيب ان شاء الله يعني بتمنى الفكره تكون واضحه الكارد اه الان نيجي على نيجي على الفحص الثاني قلت لك انا افضل انزيم بفحصه اذا واحد شاكي عنده جلطه بفحص السي كي ام بي بجيب التوتال والسي كي ام بي وبقارن بيناتهم عشان اشوف اذا عنده مشكله بعضلات ولا بالقلب زي ما علمتك فوق طيب اذا كان الكارديك تروبوننز قلت لك هو افضل بايوماركرز للقلب افضل فحص للقلب للتروبوننز طب واحد بيقول طب شو معنى الكارديك تروبنز؟ الكارديك تروبنز هي بتساعد على الكونتراكشن الانقباض عضله القلب. انقباض عضلة القلب في بروتينات بتساعد على عمليه انقباض عضلات القلب، انقباض عضلات القلب بيحدث عن شيء اسمه كارديك تروبنز، هو اللي بيساعد انقباض عضلات القلب، بدك شو وظيفته، فهو مهم جدا في القلب. فقالوا احنا فحصنا بروتين الكارديك هو افضل فحص، هو افضل شيء. هو قال لك قلنا هو مش انزيم تروبنز ار ناو اكسبتد ماركرز فور الميوكارد انفكشن هو الريلبل مناسب هو اكثر شيء مناسب كماركرز للميوكارد انفراكشن هو افضل شيء لتروبنز افضل فحص بعمله عشان اتاكد ان الزلمه جلطه بفحص الكارديك تروبنز مباشره طب افضل من الكرياتين كاينيز نعم افضل منه بشكل عام لكن مين افضل إن... لو انا بفحص انزيم مين افضل انزيم بفحص بفحص اللي هو الكرياتين كاينيز التمام measurement الآن uh, measurement of the cardiac troponins أنا أقيس ال cardiac troponins among the main test that early detection of the ischemic episode and uh, in monitoring تمام الآن إخوان أنا في عندي شيء اسمه ال ischemic episode ااا بعطيكيها مقدمة الـ ischemic episode أنا بيكون الشرايين الطالعة باتجاه الدماغ بصير فيها انسداد وبرتفع ضغط الدم ضخ الدم بيطلع على الدماغ فبيعمل الم وصداع وبيعمل زي السكتة الدماغية هو مش سكتة دماغية هو 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 قريب اعراضه نفس السكتة الدماغية بس هو مش سكتة دماغية وبتعالج لكن على فكره هذا اللي بسيبه, اللي بسيبه اسكيميك ايبيسود ممكن على فكره انه بمستقبلا يكون معرض للسكته الدماغيه فلازم يعالج هاي الحاله بسرعه طب انا كيف بدي اعرف انه هذا الشخص ما عندوش سكته دماغيه وانه هذا الشخص والله عنده اسكيميك ايبيسود بيقول لك بفحصه الكاردك فهو بيساعد على الكشف المبكر للحالة هاي الاسكيميك ايبيسود اللي هو اعراض شبيهه بالسكته الدماغيه هي ناتجة عن انسداد شرايين وارتفاع ضغط الدم بتكون باتجاه الدماغ ضخ الدم للدماغ بيكون يعني بكميه قليله بس بسرعه عاليه فبيأدي اعراض نفس السكته الدماغيه، هو مش سكته دماغيه بس اعراض نفس السكته الدماغيه اسمه الاسكيميك إبيسود ان شاء الله تكون واضحه اللي هو قلنا الايري ديتكشن اللي بنستخدم التروبنز. طيب الان نيجي على اللاكتيت دي هيدروجينيز وقديش مهم بحياتنا هذا الانزيم اللاكتيت دي هيدروجينيز بدي اعطيك انا الوظيفه، اللاكتيت دي هيدروجينيز بيحول لي مركب اخوان شو البايروفيت؟ تسمع بايروفيت بايروفيت البايروفيت هو نص جلوكوز نص جلوكوز يعني يكون عندك جلوكوز نكسي من النص بعطيك جزيئين اسمه كل واحد بايروفيت هذا معنى بايروفيت شفت البايروفيت طيب طب احنا ليش بنكسر جلوكوز مش عشان ناخذ طاقه حتى البايروفيت بنضل نكسر فيه عشان ناخذ فيه طاقه عشان ناخذ طاقه طيب فاللاكتيد دي هيدروجينيز بيحول البايروفيت للاكتيد بيحول البايروفيت للاكتيد وبكون تركيزه تركيزه من 100 ل 200 في الوضع الطبيعي ال دي اتش في في العينات من 100 ل 200 الوضع الطبيعي. طيب بدي اعطيك شيء بحياتنا احنا احنا بنعرفه. هسا افرض والله رحت انا رحت انا لعبت طابه كرة قدم وبركض بركض 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 والعضلات بتتعب مش قلنا اي تحطيم جلوكوز في التنفس الخلوي حتى يوصل اخر مرحله وصل اخر مرحله من تحطيم الجلوكوز مش بتحول اخر شيء سي 2 زائد h 2 o زائد اي تي بي الطاقه فكني من هذول انا اخذت الاي تي بي يعني انا بحول الجلوكوز بحطمه لاي تي بي بس قلنا مش هي العمليه بدها اكسجين هي العمليه شو بدها بدها اكسجين اي عمليه تحول جلوكوز يتحطم بشكل كامل تنهي المعادله يحتاج الى اكسجين طيب انت وانت بتشتغل وبتلعب طابه انت بتضلك تحطم جلوكوز بس انت في عندك اكسجين انت توصل مرحله قاعد بتلهث من كثر التعب يا دوب فاتك اكسجين الاكسجين في العضلات قل بكميه مش طبيعيه وجسمك بده يستمر يلعب اكثر مضطر تلعب اكثر طب وجسمك كيف بده يجيب طاقه وانت فيش عندك اكسجين كثير كيف بده يجيب طاقه كيف بده يجيب طاقه هون حكمه الاله عز وجل حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه خلق لك هاي العمليه شفت البايروفيت الجلوكوز بتحطم لاثنين بعطينا البايروفيت، شفت البايروفيت؟ بتحول لشيء بنزال هيدروجين من البايروفيت بتحول لشيء اسمه اللاكتيت لاكتيت وهي العمليه مش تحطم مش البايروفيت تحولنا لاكتيت زدنا هيدروجين كانها تحطم تفاعل اكسرغونيك يعني اعطاني طاقه هاي الطاقه بتستخدمها العضلات بدل ما انه تحطم الجلوكوز بشكل كامل لانه ما في عندنا اكسجين كثير عشان هي فزياده تركيز اللاكتيت في جسمك بتعبك اكثر بدل على انك انت رح تتعب اكثر فانت بالسباحه بس تسبح حتظل قاطع نفسك تحت فكل ما بتسبح اكثر 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 انت بتحطم بايروفيت للاكتيت اكثر فاللاكتيت بتراكم في جسمك ثاني يوم تصحى الصبح مش قادر توقف من التعب تقول والله متشنج ليش؟ لانه نسبه اللاكتيت عندك عاليه دليل جسمك ما كان كان بقوم مجهود ومحتاج طاقه حول البايروفيت للاكتيت عشان يحصل على هذه الطاقه الان ايروبيك تفاعلات التنفس الغير خلوي زي الفرمنتيشن او اخذناه كله بالبيولوجي بس ان شاء الله انا حاولت اذكرك فيه فبس انا حبيت احكي لكم اياها هاي خاطره خلينا نحكيها فالقيم اه بيقول لك لو لاكت دي هيدروجينيز هذا لو لقوه مرتفع للاطفال عادي لانه الطفل حرك فعادي انه يكون عنده مرتفع مش عاده اشي طبيعي طلع شو قال لك استرينيوس اكسرسايز التدريبات الشاقه راح تزيد في الفاليو تزيد في القيمه قلت لك انه انت حب... حيبطل جسمك فيه نسبه اكسجين عاليه يعني فبضطر يحول بايروفيت لاكتيت عشان يحصل على طاقه بيستخدم لاكتيت دي فالال دي اتش تركيزه 100 مره انسايد الار بي سي ذان ذا بلازما ان ذا بلازما طلع بيقول لك اذا هو موجود ال دي اتش في البلازما بلازما الدم الدم هو عباره عن بلازما كره دم حمراء فهو موجود في كرات مكونات الكرات الدم الحمراء وحكيت لك يا فوق وهو موجود في البلازما لكن تركيزه جوا الكرات الدم الحمراء 100 ضعف تركيزه في البلازما تخيل كيف تخيل كيف فقلت عشان هيك بس تتحلل كرات الدم الحمراء عشان هيك قلت لك اذا تفحص ال دي اتش بتاخذ العينه وركاض على المختبر تفحصها مباشره وتستنى ثانيه تستناش دقيقه يعني بسرعه بسرعه لانه اذا تحللت كرات الدم الحمراء ال دي اتش ارتفع في البلازما فالتست حيطلع معك فاشل حيطلع مش دقيق عشان هيك دائما ما بيعتمدوا على ال دي اتش في في التحليلات المختبر لكن كرياتين كاينيز عادي لو خليت العينه يوم ما في مشكله كرياتين كاينيز مش موجود في في كره الدم الحمراء فاذا تحللت ما بياثر يعني فبقولنا هو ات از نوت افكتد باي ذا كميه بسيطه اوف هيموريسز والريزلت از ا فولس بوزيتيف تيست يعني عينة إيجابية خاطئة بتطلع معك والله واحد مرتفع مع ال دي اتش وهو مش مرتفع بس ارتفعت بسبب تحلل كرات الدم الحمراء وانت والأخ تبع المختبر بأخر فيها طيب ال دي اتش اند هيرت اتاك هو أنا بقول لك اللي هو الجلطة الهيرت اتاك إذا زاد التركيز ال دي اتش يعني هم على فكره على فكره اصلا بالمختبر بيطلعوا تركيز ال دي اتش تلقائي والواحد اللي معه جلطه بيكون كرياتين كاينز في الدم مرتفع وبلاقوا ال دي اتش مرتفع فا انكريز اكتيفيتي اوف ال دي اتش بسموه ال دي اتش هو بتكون من فور سب يونت بتكون من فور سب يونت والكرياتين كاينز تو سب يونت واللاكتيك دي اللاكت دي فور سب وكلهم بيكون ال دي اتش 1 او ال دي ال دي اتش اتش 4 هذا معناه انه فور سب يونت من القلب ايسوزايمز بيزداد من خمسه ل 10 مرات ضعف من خمسه ل 10 اضعاف في حاله صار عند واحد عنده جلطه بيزداد ال دي اتش، يعني واحد صار عنده جلطه فحصوا ال دي اتش بلاقوه زاد من خمسه ل 10 اضعاف عن الوضع الطبيعي. اللي هو بس شو بكو بكون اسمه ته؟ اخوان الايسوزايم تاع القلب اسمه ال دي اتش 1 اسمه لاكتيد دي اوف هارت او اسمه ال دي اتش بين قوسين اتش 4 معناه فور سابيونيتي فروم هارت طيب إيه طب هسا ليش هم العلماء ما بيعتمدوا صراحة ولا حتى الأطباء في المستشفى بيعتمدوش كثير على موضوع اللاكتيك هيدروجينيز في التشخيص طب شو السبب شو الهدف بقول لك يا عمي صراحة التشخيص كثير يعني يعني هو اصلا موجود في الكبد وموجود في الكلى وموجود في الدم وموجود في الريد بلاد سيلز يعني بقصص كثير فبصراحه قالوا صعب انه احنا بناء على ارتفاع تركيزه تحدد هذا الزلمه على جلطه ولا خلاص انت كرياتين كارنيز او كارديك ويعطيك العافيه بس انا حابب ما حكيتش إن... ما حكيت انا الدكتوره بس إن حاب احكي لك اياهم تفهمك فهو موجود في العضلات طبعا فالان بعطيك انت ارتفاع ال دي اتش له اسباب كثير اول سبب اسمه الهيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا الانيميا شو معنى الهيموليتيك انيميا انيميا فقر الدم في عندي انا فقر الدم ينتج بسبب تكسر كريات الدم الحمراء في انا بصير عندي خلل مناعي في جسمك هذا الخلل المناعي بيودي جسيمات بتحطم كريات الدم الحمراء وكريات الدم الحمراء في ال دي اتش فبس تحطم حيرتفع تركيزه في الدم فاسمه الهيموليتيك انيميا مرض مناعي بسبب تكسر الريد بلاد سيلز هذا ما حكيتش عنه بس بحكيه انا من عندي بسبب تكسر الريد بلاد سيلز وتكسر الريد بلاد سيلز هذا بسموه الهيموليتيك انيميا تمام وعندي الهيباتو سيلولار دامج فشل كلى فشل كبد فشل الكبد يؤدي الى مصيبة إنه تركيز هذا الإنزيم بيولع في الدم وبصير يعمل يحول بشكل عشوائي من بايروفيت للاكتت من بايروفيت للاكتت بدمر العضلات وبعمل فشل قلب فشل في عضلة القلب وقصص كثير يعني إذا الكبد هو اللي بيتحكم في نشاطه فإذا الكبد شطب عنا أنت شطرت القلب شطبت القلب وكل شطبت شطبت القلب والعضلات عشان هيك الكبد شيء مهم جدا فشل الكبد أو الكبد الوباء يما هذول الشغلات هاي الشغلات بتأثر على كل أعضاء الجسم لان هي بتتحكم في هذا الانزيم وبتسيطر على عمله بتسيطر على عمله فاحنا اذا صار عند واحد فشل كبد او فشل كلى ممكن انه هذا الانزيم يفقد السيطره عليه وهيتعب الجسم لانه اللاكتات كل ما تراكم في جسمك كثير هيتعب العضلات هيتعب فانت اصلا ما بتستخدموش اللاكتيت غير في حالات الجهد انت تعمل عمل شاق تمام الهيباتوسيلولار دامج في عندنا الماسكولار ديستروفي ماسكولار ديستروفي معناها ضعف العضلات ماسكولار ديستروفي ضعف العضلات يعني الكتل العضليه بصير ضعف العضلات وبتقل الكتلة العضليه مع الوقت وفي عندنا الكركوميس الكركونوميس معناها السرطان ممكن سرطان تيومر يعني اللي هو ورم اللهم عافينا وعفوا عنا واحد ورم ممكن سببه يسبب ارتفاع ال اتش في الدم عادي اللي هو الكار بسموه الكارسونوميس الكارسونوميس نعم واللاكيميا وال... الكل بيعرف عنها فقر اللي هو سرطان الدم لاكيميا لوكيميا لوكيميا اه سرطان الدم في ايه اللهم عفو عنا عفونا وعفو عنا اللوكيميا عن... آه، طبعا انا بنت اختي اللهم شافيها وعافيها معها سرطان الدم ويعني تقريبا هي قررت خ... تخلص مراحل العلاج اللهم شافيها وعافيها يا رب فاللوكيميا جد مرض صعب وطبعا هي بس تقيس تركيز الدم تبعها دائما بيطلع ال دي اتش مرتفع بس اخر فتره صار يخف آه، ان شاء الله الله يشافيها وعافيها يا رب وبصير عندنا نيكروسس نيكروسس مصطلح طبي معناه التدمير فصير عندي تدمير في البادي سيلز اعرف انه سببه فانا قلت لك انه مشكله في الكبد ممكن يكون مشكله في الدم ممكن يكون مشكله في سرطان ممكن يكون غده سرطانيه ممكن الواحد يطلع له سرطان دم ممكن فشل في العضلات حسب فاله كثير تشخيص وصراحه مش معتمد عليه في التحاليل فاذا ال دي اتش ارتفع تمام ال دي اتش تمام بيقول لك ال دي اتش هاف فور وحكيت السب اللي فيها اتش بتدل انه من الهارت والام بتدل من ماسل كل سب عباره عن سلسله عديد بيبتيد زي ما قلنا عندك ال دي اتش 1 وال دي اتش 2 وال دي اتش 3 و4 و5 انسى ممكن انا افرق بيناتهم زي ما قلنا بجهاز الفصل الكهربائي الهلامي بحطه بالخمسه بجهاز الفصل الكهربائي الهلامي وحسب الحجم مين بي بيتحرك للقطب الثاني زي ما ذكرنا وال دي اتش 2 الكونسنتريشن تبعه اكثر من ال دي اتش 1 بالوضع الطبيعي والال دي اتش هاز ا ليميتد يعني عنده تشخيصات الدنيا فاحنا هو نان سبيسيفيك فمش محبب صراحه مش محبب انه احنا نفحصه بيعطينا تشخيص كثير يعني صراحه فمو محبب ابدا ابدا انه نفحصه طيب في عندي انا ان شاء الله انكم فهمتوا ورا في عندي انزيم بروفايل ان ليفر ديزيز انا شو الانزيمات اللي انا ممكن افحصها في واحد مع ليفر ديزيز ممكن انا في عندي اربع انزيمات الالانين امينو شو معنى في عندي حمض اميني اسمه الالانين الانين فالالانين امينو ترانسفيريز في عندي شيء بنقل الحمض الاميني الالانين فإذا صار اذا ارتفع تركيزه مثلا اذا ارتفع تركيزه بيكون عندي انا مرض في الكبد بسموه ليفر ديزيز فانا بفحص الالانين امينو ترانسفيريز بفحص الالكالاين فوسفايتيز هذا كله رح ناخذه قالت الدكتوره قالت الدكتوره كله رح ناخذه بالتفصيل لقدام والنيوكلوتيد فوسفيتيز وجاما جلوتاميل ترانسفيريز هذول أم تحفظهم بشكل الحالي انه انا ضول انزيمات وفحصهم في حاله الليفر ديزيز اللي هو الجاما جلوتاميل ترانسفيريز الالين انا اللي هو الالانين امينو ترانسفيريز وعندي انا الألكالين فوسفاتيز وجلوتا أه، والنيوكليوتايد نيوكلوتايد فوسفاتيز طيب في عندي انا شيء اسمه الانوليز دكتوره الانوليز انزيم في عمليه تحلل الجلايكولي عمليه اسمها تحلل الجلوكوز راح في الكربوهيدرات تحلل الجلوكوز ل بايروفيت زي ما قلت لك فوق انه الجلوكوز بنحط انه الاتوب... 2 بنحطها ل 2 بايروفيت اسمها تحلل الجلوكوز بينتج منها اي تي بي هاي الشغله فهو مستخ... ال... ال... مستخدمه في هاي العمليه والانوليز له ايزوم ايزوزايم يعني له اشكال يعني في خلايا كثير موجوده فله ايزوزايم اكيد يعني فانا في عندي شيء اسمه نيورون سبيسيفيك انو النيورون يعني موجود وين؟ بيكون ايسوزايم من من الانوليز موجوده في النيورال تيشو في الانسجه العصبيه وموجوده بالابو دوماس بالابو دوماس واز ذا مينينج اوف ذا ابو دوماس ايش معنى الابو دوماس ابو دوماس اندوكراينال يعني الغدد اللي بتكون داخل الدم بسموها اندوكراين بسموها اه بيكون معناها انه انا في عندي انوليز ده. بيكون له تركيز محدد داخل الاندوكراين سيلز اندوكراين سيلز. اندوكراين سيلز. اللي بيكون غدد الاندوكراين اللي بتكون داخل الجسم بسموه الابودومس تفرز هرمونات غدد بتفرز هرمونات فبيكون انا عندي الانوليز موجود هذا الانوليز موجود في جوه الغدد عشان يغذي هاي الغدد فاذا ارتفع تركيزه جدا هذا هسه بقول لك فال ال... بسموه سبيسيفيك انوليز هو از تيومر ماركر ماركر معناه بعمل له تيست بدل ممكن يدل على تيومر سرطاني لا سمح الله السرطان associated with النيورو neuro a neuro endocrine organ في في الـ في الأورجان العصبية في الأعضاء العصبية ممكن يعني ممكن أنا إذا شوف واحد عنده سرطان في الأماكن تفرز هرمونات هرمونية مثلا في داخل الجسم ممكن إنه أنا أفحص الإنوليز فبعرف إذا عنده مشكلة بالإندوكاين أو عنده مشكلة النيورو بس بيكون كانسر يعني سرطان هاي كثير مهمة في موضوع الانوليز أه. وعندي الالدوليز الالدوليز برضه نفس الشيء هذاك هذا جلايكوليتيك انزيم نفس هذاك الانوليز والالدوليز تمام لكن هذا بيعمل ماسل دامج شو ماسل دامج؟ تلف عضلات هو تاثيره انه بيعمل تلف عضلي أه. طبعا المسل دامج بيكون على يعني اللي بعرف انه بفحصته الالدوليز تركيز الالدوليز بيكون اه ارتفع في حالة في حالات ثانية ثالثة رابعة أربع حالات اه أول حالة عندنا ماسكولار ديستروفي قلنا تلف الخل تلف الخلايا العضلية تلف الأنسجة العضلية ممكن يكون سبب ارتفاعه بالألدوليز فأنا شفت الألدوليز يعني بشكل عام أي خلل عضلي هتلاقي تركيز الألدوليز ارتفع فماسل دامج مش أي خلل عضلي ممكن يكون زيادة نشاط العضلة بدناش دخل فيه بحكي أنا تلف عضلة مصل دمج فله علاقه في الالدوليز فيعني يعني جابت لك كيس بالامتحان قالت لك في واحد عنده مصل دامج عن طريق ماسكولار ديستروفي يعني تلف في خلايا العضليه انسجه العضليه بتعرف انه بتقول لك ايش تفحص تفحص تقولها الدوليز بفحص الالدوليز ماسكولار ديستروفي تلف الانسجه العضليه عندنا هون بوليميلايدس البوليميلايدس اه نعم البوليميلايدس هذا ميليدس او بوليميلايتس بوليميلايدس نعم آه هذا شلل الاطفال شلل الاطفال بيكون عنده ضعف في العضلات وبسبب توقف الجهاز العصبي عنده بتوقف خلل في الجهاز العصبي بيؤدي الى العضلات بتضعف عنده بتتوقف العضلات ضعف في العضلات بسموه البوليميلايتس او شلل الاطفال وعندنا هنا ميستينيا ميستينيا جريفيس اه ميستينيا إجريفيس هذا مرض عصبي بيكون في عندي ضعف بالعضلات بسبب مش في انا اي عضله يغذيها عصب بصير انا تغذيه العصب للعضله بضعف بصير عندي مشكله خلل ما بدي اخوض فيها خلل بضعف العضله يعني انا التحفيز العصبي للعضله بقل الاوامر العصبيه بتروح للعضله بتقل فبيؤدي لهذا المرض ضعف بالعضله اسمه المستينيا جريفيس ومالتيبل انا في عندي الاعصاب الموصله للعضلات عليها طبقه الله احاطها بطبقه اسمها المايلين شيث هاي الطبقه بتختفي لمرض جيني ونقل المعلومات العصبية بصير بطيء فالعضلة هتكون ضعيفة لدرجة انه ما ب... يعني هو اصلا ما بحس هو ب... يعني بحسش بالاعراض عنده لدرجة انه تلمسه بده يجوز دقيقتين ثلاثة يستوعب انك انت لمسته اسمه مالتيبل سكلروسيس اذا عندي ماسكلا ديستروفي عندي البوليميلايدس عندي ماستينا جرايفس عندي مالتيبل سكلروسيس هذول كلهم مصل دمج وبدل على انه عندي مشكله بالارتفاع بالالدوليز يعني هم انت بدك تعرف انه انا بدي اعرف هذا الدياجنوسز بشوف اذا عنده ارتفاع بالالدوليز بشك بهذول الاعراض طب اذا ما كانش طفل اكيد البوليميلايدس بروح ب... مايستينا جرايفس او مالتي بسكلروسز او ماسكولا ديستروفي سير يفرق بيناته مثلا مالتي بسكلروسز اذا كان بيستوعب طبيعي بعرف انه ما عندوش مالتي بسكلروس اذا عندي مايستينا جرايفس او ماسكولا ديستروفي وهون ببلش انا اقرب بالدياجنوسز اوصل للدياجنوسز المطلوب آه، تمام أه وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله عندنا هنا بعض الانزيمات انزيمات عندي هنا مثلا ستريبتوكيناز فروم ستريبتو ستريبتو يعني مستخلص من ماده اسمها من بكتيريا اسمها ستريبتو كوكاس مستخلص من ستريبتو طيب في عندنا اليوروكيناز يعني من اليورين بيشتغل على اليورين طيب وفي عندنا البيبسين وتربسين دايجستيف دايجيشن دي قلنا بيبسين وتربسين انزيمات هضم في المعده والامعاء البيبسين في المعده والتربسين في الامعاء وعندنا الاسبرجينيز اللي يوزد ات انتي كانسر دراج يعني بعطيه انا دواء للسرطان اسمه الاسبرجينيز اللي هو انزيم بيساعد انه يكون دواء للسرطان اسمه الانتي كانسر دراج اسمه الاسبرجينيز وهي قراءه والجدول هذا قراءه كما قالت الدكتوره ويعطيكم الف عافيه هيك بكون انا خلصت الشرح ان شاء الله اني ما كنت اكون قصرت معكم كان معكم محمد عجول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واي سؤال استفسار خبروني عادي بتقبل من الجميع او فيدباك